أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سوف نكون على مدى 24 حلقة من هذه السلسلة الجديدة من بودكاست الملف الاستراتيجي مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي. الاسم غني عن التعريف، لكن الخبرة كبيرة وكبيرة جدا، والمعرفة أكبر، وكل هذا سوف نتناوله في هذه الحلقات بما يفيد الشاب العربي الطامح لتغيير مستقبله نحو الأفضل. خبرة أخذت من تجربة السنين وتعب السنين والريادة والطموح والحلم الذين تمتع بهم شخص طلال أبو غزالي، بما أوصله إلى العالمية بكل معانيها كواحد من أهم الشخصيات العربية والعالمية في عالم اليوم. نتطرق في هذه السلسلة إلى كل ما يهم الإنسان والشاب من معاني أخلاقية وعملية تساهم في صناعة مستقبله دائما نحو الأفضل بإذن الله. نختم هذه السلسلة مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالي بالحديث عن الذكاء الاجتماعي، والذي هو مختلف عن الذكاء بذاته ومختلف عن طرق التفكير بذاتها بصفتها أحد مشتقات الذكاء. إنما الذكاء الاجتماعي هو قيمة بذاتها وحاجة بذاتها وهدف للشباب بذاته. تفضل دكتور. أنا كثير من حديثا اهتميت في موضوع الذكاء الاجتماعي، وهو كما يمكن جاءت الفكرة فيه أو تسميته بعد اختراع الذكاء الاصطناعي، لم يكن معلوما ولم يكن متداولا في العلوم الذكاء الاجتماعي. المفكرين والقادة وخصوصا في مجال التعليم صاروا يهتموا بأنه علم، أن الذكاء طبعا أنواع، الذكاء المصطنع، الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس والسوشيال انتليجنس، بمعنى أنه علم جديد أولا، وبمعنى أنه هو علم ذو فائدة وله أهداف. الأهداف والفائدة فيه تميز وتقرر أهميته بالنسبة للشخص. إذا كان الشخص يريد أن يكون زعيم أو قائد شعبي أو ذو رسالة، يهمه أن يكسب الناس الذين يريد أن يخاطبهم، وهذه عملية ذكاء. ذكاء في قدرة الإنسان على أن يفهم جمهوره، أو جمهوره بقصد أي جمهور اللي هو مهتم به، هذا الجمهور كيف أولا، ولذلك هو عملية علمية، كيف استطيع أن تفهم هذا الجمهور من حيث اهتماماته وقدراته ورغباته لتخاطبه باللغة التي أنت تريد أن توصلها. إذا كان هذا الجمهور كل همه أنه بس ينجح في المدرسة، أو همه بس يتابع مباريات الفوتبول أو ماذا، فإذا تبدأ بأن تكون قادر على أن تكتشف ما هي اهتمامات ورغبات هذا الجمهور. ثانيا، كيف تستطيع أن تستغل هذه المعرفة لتوجهه لما أنت تريده. يعني بتلاقي واحد كويس مهرج ودمه خفيف وبضحك الناس، بس لأي هدف؟ هذا ما في ذكاء. بيحبوه الناس، بيحبوه في المجتمعات، بس شو عمل في هذا الحب؟ هو لم يكن صاحب رسالة، لم يكن يدرس هؤلاء الناس ليعرف ماذا وكيف يخاطبهم، فقط بده يضحكهم، يضحكوا، هذا هو الهدف. مش ذكاء. الذكاء هو أن تعرف بالتميز عن غيرك اللي ما بيقدر يميز، كيف تخاطب هؤلاء الناس، لأنك تعرف اهتماماتهم ومستوى تفكيرهم وعقلهم، وكيف تستطيع أن تتعايش معهم وتسيطر عليهم. يعني هاي صورة إدوارد هيث معي، تيد هيث. إدوارد هيث كيف تواصلنا وتلاقينا أنا وياه، وكان بهمني
لأني أنا أنشأت مجمع العربي للمحاسبين في بريطانيا برعايته. طب أنا وين محاسب عربي ومجمع عربي؟ كيف بدي أوصل لهذا الرجل اللي هو زعيم بريطاني لنقيم في بريطانيا؟ وما زلنا حتى اليوم نحن مسجلين كمجمع المحاسبين في بريطانيا. بدي أكتشف من هو. اكتشفت ميزتين فيه. الميزة الأولى أنه محاسب هو بدراسته، والميزة الثانية وكانت أهم إلي أنه فنان بلعب موسيقى. فدخلت عليه من باب أننا نحن سنجتمع، وإحنا وأريد على هذا الاجتماع أن أضيف عليه بعد حضاري، فبدنا منك تلعب لنا نوتين بيانو. لما أنت بتحكي واحد بموضوع هو عزيز عليه، هواية وشيء محبب، تكسبه رأسا. أنت عم تحكي بغرامه أنه تحكي معه. فبالمناسبة كنا مجتمعين، كان معنا جواد العناني، يعني هو حتى مرة تكلم عن الموضوع، فوجئنا بإدوارد هيث داخل علينا، وإحنا يعني لم نكن نحلم إنه يجي معنا، وكان منتدب لدعم المجمع. المهم بعد ما لبع النوتة قلت لهم شباب شو رأيكم إنه نطلب من سير إدوارد هيث أن يكون تأسيس مجمعنا في بريطانيا، وأن يكون برعايته ودعمه إذا بيقبل. كان هو في لحظة نشوة مبسوط إنه في ناس عرب من آخر الدنيا بدهم يسمعوا موسيقى منه، فقال لي with pleasure رأسك. هذا كيف أنت تستفيد من فرصة معينة إيجابيا لهدف إيجابي من خلال معرفتك بالناس وبتوجهاتهم وباهتماماتهم. هذا نوع من أنواع الذكاء الاجتماعي. أنا بعرف كيف أخاطب كل واحد، بس قبل ما أخاطبه بعرف مين هو. أنا بدرس الناس اللي بشتغل معهم أو بتعرف عليهم أو بتعلم منهم، بدرسهم قبل أن أطلب منهم أي شيء. وإذا عرفت إنه هو هذا الموضوع المحبب له، بدك تحطه بالمود إنه يقبل طلبك، بتجيب له موضوعه. لو حكيت له عن السياسة البريطانية ضد فلسطين ما كانش بيكون موضوع مغري للبحث. فهنا الذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفهم الناس وأن كيف تتعامل معهم، وهو موضوع هام جدا في القيادة. يعني اللي ما عنده رغبة بالقيادة ما بده يتسلى أو بده يضيع وقت ويروح على البيت، مش محتاج أن يكون ذكي اجتماعيا.